أهلا بكم في نادي المدرسين. إحنا لسه مخلصين نادي الإنجليزي، فالنادي ده هيكون بالعربي إن شاء الله، سواء معانا هيبقى معانا مدرسين إنجليزي أو من أي تخصص. هدف النادي ده إيه؟ لو أي حد عنده أسئلة في مجال التدريس، أو يعني أسئلة مش شرط تكنيكال اللي هو تخطيط الدرس أو ديمو أو مش عارف إيه، ممكن لو مشكلة معينة بيقابلها في مجال التدريس، تعامل مع المدير، أولياء الأمور، طلاب، الحاجات دي كلها، او عايز يعمل ديمو وياخد فيدباك، فبيبقى بيعمل الديمو في 5 دقايق وبياخد الفيدباك بعديها بدقيقتين ثلاثة، او لو عايز يعمل موك انترفيو، لو هو عنده يعني بتقدمه في انترفيو او حاجة، يعني عندكم انترفيو عايزين نعمل زي تمثيلية كده زي الموك ديمو بس موك انترفيو، فبرضه بنعمله وبنتشارك سوا الفيدباك. يعني ده ملخص النادي لو حد أول مرة يحضره. بس أنا معاكم بقى، شوفوا مين حابب يسأل على إيه. انتوا سامعين؟ يس اوكي ليه دايما يعني الكلاسز في حصة الانجليش الاولاد بيبقوا تايهين لو هم مش متعودين على ان هم يسمعوا لغة كتير؟ مجرد ما تيتشر بيبدأ يتكلم كله ان انجليش في الكلاسز العرب يعني في الفصول العربية، الدول العربية اقصد، يعني ليه دايما بيحسوا او بيلاقوا الموضوع صعب قوي ان التيتشر يبقى طول الوقت بيتكلم انجليش؟ انا عارفة ان هما مش بيبقوا متعودين يعني، بس نحلها ازاي؟ يعني ندخل عربي ولا انا معاك. بس؟ تمام ماشي، بس كنت كنت هتكملي. ف تمام طيب، يبقى السؤال كده ليه الطلاب في الدول العربية او عموما في اي دولة حتى في مصر، لما يس بيبقى مش متعودين على الانجليزي والمدرس يتكلم بالانجليزي طول الوقت، هم بيبقوا تايهين. والله تايهين ده اقل واجب، ده ما كانوش يروحوا يشتكوا لأولياء امورهم اللي بالضبط. هيشتكوا للسوبرفايزر اللي هيجي يرفض المدرس بعد كده. يعني دي اقل حاجه ممكن تحصل، ودي حصلت معايا مش بس مع طلاب صغيرين، لا ده كانوا باحثي دكتوراه وكانوا شغالين في واحده من الوزارات وكانوا متعودين، وكنت شغاله تبع واحده من الجامعات اللي هي ال3 حروف دي، والمدرسين اللي كانوا قبلي، المدرس كان قبلي بيدي نفس الكلاس دوت، كان بيتكلم بالعربي طول الوقت. فبالتالي لما انا جيت بقى، ما حسب لهم شوك يعني. بصي هو اللي حصل ايه، ان انا هقول لك انا عملت معاهم ايه. فاللي حصل ان يعني كنا عملنا شوط حلو قوي مع بعض، وهم خلاص تقبلوا فكرة ان احنا ماشيين الكلاس بالانجليزي. ولكن الشكوى جت منين بقى؟ جت واحدة ترانسفير من كلاس تاني، فهي متعودة برضو ان الكلاس التاني التيتشر عربي. بيتكلم بالعربي، فلما جت لقيتنا كلنا بنتكلم بالانجليزي، فايه قامت انفعلت عليا قصاد الجمهور وراحت اشتكت، وكانت ليلة. فطبيعي الناس بتبقى خايفة، يعني ده موقف. وموقف تاني، واحدة اتعصبت عليا، انه كانوا برضو ناس يعني قامة علمية ومعملية فذة، اتعصبت عليا اصلا في اول يوم، اما من غير ما يعني ما تعرف حتى انا مين. كان كنت جاية من يعني جاية معادي، والمكان هو اللي مفتحش الكلاسز، فدخلت قعدت تزعق وانت متأخرة ومش عارف ايه والجو ده. المهم طلع في الاخر ان هي كانت بقى بتتعصب عليا ليه، علشان هي خايفة من الانجليزي، خايفة من حصة الانجليزي. المهم يعني السيدة الفاضلة دي بعد كده طبعا يعني صالحتني، وربنا اكرمها وعملت برزنتيشن، هما كانوا بيسافروا بره، فعملت برزنتيشن بالانجلش بره يعني. فدي كانت هابي اندنج للستوري. الستوري اللي قبلها دي، لا المدير كان سبورتيف بالنسبه لي، لان انا اللي كنت بعمله هو الصح، هي اللي كده غلط. فايه يعني لولا ايه، روحي بقى كلاس تاني. يس نحل بقى الموضوع ده ازاي؟ اولا دي حاجه طبيعيه جدا ان يس الطلبه ايا كان عمرهم، اطفال صغيرين او ناس كبيره، باحثي دكتوراه، شغالين في وزاره، سفاره، مش عارف ايه، الانجليزي هو عقده بالنسبه لناس كتير. ليه بقى؟ لان احنا مش بس تعلم اللغه لوحده هو اللي عامل عبء نفسي، لكن احنا كمان يعني مجتمعات بتعمل اللي ما بيتكلمش بالاكسنت الامريكان، واللي ما بيقولش مورر، واللي بيعوج بقه ازاي، بنقعد نحسسه ان انت ايه، ان انت يعني ما
بنحسسه بإحساس لا خالص، ده بالأخلاق. الأولاد في الفصول المصرية بيعتقدوا إن يعني ما أعرفش مين اللي وصل لهم الفكرة دي، إن اللي بينطق صح قوي وبالأكسنت مظبوط قوي إن ده بينطق غلط. يعني أنا بكتشف إن في أولاد بتيجي تقول لي التيتشر بتاع المدرسة بينطق غلط، طب هو قال إيه يا حبيبتي؟ تقول لي قال كذا. طب يا حبيبتي ما هو ده النطق الصح. هم عندهم فكرة إن اللي بيعوج بقه ده لأ، ده مش مظبوط، مش في كل الكلاسز طبعا بس بعضها يعني. فببتدي بقى اعمل لهم حاجه زي ديلي روتين كده، وادخل يعني في الكلاسز الجديده باللي معايا بالذات بدخل لهم الانجليش جرادوالي، يعني مش من البدايه ببدا الكلاس كله يكون انجليش لحد ما ستيب باي ستيب كده الاقيهم ايه ابتدوا يتقبلوا يعني. لان معظم الكلاسز وبالذات لو هي governmental يعني بيبقى موضوع صعب جدا ان انت تخلي الكلاس كله انجليش يعني. انتي قلتي كده هو اول حل بيحصل، الحل الاولاني اللي هو ايه، الجرادوال تشينج. الناس دي مش متعوده على الانجليزي طول الوقت، فاحنا مش هنديهم انجليزي طول الوقت، خصوصا لو الكالتشر بتاعه المدرسه كلها ماشيه بالعربي. فمش حاجه انا اللي هسبح وسط التيار لوحدي بدافع ان انا اللي بعمل الصح، لان مش كل الصح ينفع يتعمل مره واحده ما بين يوم وليله. فبالتالي زي ما انتي قلتي كده، هنعمل ايه، هنعمل التغيير التدريجي، ان الحصه بدل ما هي 100% بالعربي، طب يا جماعه ايه، هبتدي بان انا بنطق الكلمات هم يكرروها ورايا. بعد كده بعد مثلا يومين ثلاثه او حصتين ثلاثه، ببتدي ان انا ادخل جمل وابقى معرفهم الجمله معناها ايه. يعني في تيتشرز كده بتاخدهم الجرأه، واللي هو open the window، فالواد دي بلم له، فاللي هو يا ابني انت مش فاهم، ده انا بقولك open the window، فيبقى يعني هو بالنسبة له دي جملة بسيطة جدا، هو انت مش عارف يعني ايه open ومش عارف يعني ايه the window، لكن الولد هو عارف كل كلمة لوحدها، لكن لما بيتحطوا جنب بعض هو بيتخض فما بيفهمش. فبالتالي احنا محتاجين نبقى بنعرفهم معاني الحاجة اللي انا بقولها. يعني مثلا ايه open the window، فطيب عرفنا دي معناها ايه، خلاص لما اجي اقول لكم بعد كده open the window please، هتروح بقيت تكتب. فالموضوع يس يتحول إلى لعبة. ف يس بقيت اعملها فعلا زي تكنيك معاهم، اللي هو بروح انا افتح الشباك قدامهم، فخلاص هم اوتوماتيك عرفوا ان اوبن ذا ويندو اللي انا عملته، الاكشن اللي انا عملته ده يعني، مش بترجم، بقيت اعمل الاكشنز بمثلها قدامهم. حلو، هي المقصود هنا بقى ان انا مش شرط ان انا هروح اقول لهم ان اوبن ذا ويندو، افتح النافذه او افتح الشباك بالعربي. هي انت عملتيها مثلا انك درستها لهم بطريقه ان انت بتوريهم الحاجه، فتمام. يعني احنا يس الطريقه اللي ريالي انت عملتيها يس دي هي الاصح، هي الافضل. يس فهي بقى مش فارقه الطريقه في ايه، اللي فارق ان انا قبل ما اطلب منهم الحاجه ان انا ابقى اطمنت ان هم عارفين الحاجه دي معناها ايه. يعني قلت لهم ها open the book فon page 14، فانا عارفه ان 14 يعني ايه، وبعدي عليهم اطمن ان هم ايه فاهمينها. ده يعمل ايه بقى، يعمل الحاجه اللي احنا بنطنطن بيها في الانترفيوز دايما، safe learning environment، ان انا كده امنت الناس. لو انا امنتهم مش هيروحوا يشتكوا، مش هيروحوا يعيطوا. ليه؟ لان هم خايفين من اللغه. فانا لما احسسهم ان الدنيا تمام والدنيا حلوه خلاص، لو هما تمام ابتدي بقى واحده واحده، حصه ازود شويه، حصه ازود شويه، وهكذا. نيجي بقى على نهايه الترم، هكمل معاهم الترم اللي بعد كده، هيقولي طبعا ميخ على الابيض من بدايه الترم الجديد. برجع اخد معاهم الخطوات، بس يمكن الخطوات بتبقى اسرع شويه، لكن برضو في مدرسين بياخدها العشرة وتقول انا وصلت بنسبه ان احنا بنتكلم انجليزي بنسبه 50% الترم اللي فات، فانا هكمل من بعد ال50. لا، احنا بناخد خطوتين ثلاثه ورا، بنبتدي كده 10 20% وبعد كده بنرجع ايه نزود، بس الزياده بتبقى اسرع. لو بالفرض ان انا رحت كلاس جديد، بنبتدي معاه من الصفر تاني، والكلاس اللي كان معانا طب هيعمل ايه مع المدرس اللي رايح له، ربنا يقويه بقى هو المدرس بتاعه، انا خلاص دي مش في ايديا. فبالتالي بالنسبة للسؤال بتاعك، احنا بناخد الموضوع واحدة واحدة علشان خاطر ما نضايقش الطلاب، ما نعملش حالة كده فزعة فيهم، وما يروحوش برضو هما كمان يعملوا مشكلة، وبالتالي المدرس يترفض. ما هو لو اترفض ما احنا كده ما كسبناش حاجة، يعني لا حصل التغيير المطلوب ولا حتى المدرس كمل في الشغل. بس وكان الله بالسر علي. يعني هذا هو الموضوع، عايز الصبر يعني مش اكتر. فده كده بالنسبة للسؤال الاولاني. هل لديك اي استفسار متعلق بهذا السؤال، او لو في حد عنده اي اسئلة تانية خاصة بمجال التدريس؟ انا مش بحب اعمل الليسن بلان كولز.
يعني بالنسبة لي it's like I'm in a hot water. طب وتعمليها ليه؟ ما نجيب الـ AI يعملها لنا. يعني يس انا عايزه اقول لك، انا قبل الاي اي كنت هقول لك ازاي ما تعملهاش، بس انا بعد الاي اي انا بغير اجابتي. ان انا بس بقيت استخدمه، يعني اللي هو ايه، ربطه من رقبته بسلسله ومسخراه يعني. دي حقيقة. بستخدمه اسوء استخدام. بصي، هي خطه الدرس انا مش بقنعك بيها، يعني انا هقول لك الراشونال، مش عشان خاطر انت كمروه، عشان خاطر لو اي حد تاني بيسمعني. احنا الليسون بلان بتاعتنا هدفها عامل ازاي؟ عارفة المشهد بتاع أليس إن واندرلاند، أو اللي هو أليس في بلاد العجائب، كان في الكرتون ده بتاع زمان، لما كانت ماشية في طريق وبعد كده قابلها قط بيتكلم، بغض النظر إن هو بيتكلم يعني، فهي بتقول له أنا تايهة ومش عارفة الطريق، فهو قال لها طب أنت عايزة تروحي فين؟ قالت له مش عارفة أي حتة، فقال لها إيه، خلاص أي مكان، أي طريق هيوديكي اللي أنت عايزاه. فهي الهدف من الليسون بلان ان احنا نبقى عارفين احنا رايحين فين، يعني ايه. ما انا عارفه انا رايحه، يعني انا عارفه انا عايزه ايه من الدرس وهوصل ايه النهارده، بس هي مرحله كتابه الليسن بلان نفسها يعني بالنسبه لي ما اقصد يعني طب ما غير انا كده. اه قول تمام قول اتفضلي. لا لا قول اقصد غير كده انا عارفه التارجت ايه والاوبجكتيفز اللي انا عايزاها ايه والدنيا تمام يعني، والورم اب جاهز والليدين جاهز كل حاجه تمام، بس هي مرحله السياقه بتاعت الليسن بلان هي يعني ليه؟ ليه حلو. لما انا ممكن احضر اكتيفيتيز احسن للكلاس، ليه لما انا ممكن استغل وقت كتابة الليسن بلان دوت في ان انا مثلا اخترع لهم كيو كاردز كده حلوة، اخترع لهم يعني and so on يعني. بس حلو قوي. طيب تخليني احاول ابيع لك الفكرة. ماشي اوكي ماشي. طيب احنا اتفقنا ان احنا محتاجين نعمل ايه، محتاجين نحدد ان الهدف بتاعنا صح، يعني الليسون بلان دي هي اللي بتوجهنا للدايركشن بتاعنا، الاوبجكتيفز بتاعتنا. من الاخر، ان زي يس ما انت بتقول، انت هتقولي لي ايوه ما انا عارفه ايه الاوبجكتيفز، ما انا هقول لك، انا جايه لك اهو. انا دلوقتي عارفه الاوبجكتيفز، بس انا كبسمه تمام، صحيت الصبح مش طايقه نفسي ومش شايفه قصادي ومش نايمه كويس عشان تعبانه، رايحه المدرسه او رايحه السنتر او الكلاس، وانا معيش حاجه تفكرني باللي انا هقوله، لان طبيعي مهما الكتاب موجود يعني، الكتاب في إيدي وأنا عارفة يعني، مجرد ما ببص على البيج كده خلاص تمام يعني. ما انا هبيع لك اهو، انا جايه في الطريق اهو. انا واخده ميكروباص وجايه دي. هقول لك، بس انا لسه ما اتكلمناش هي هتبقى شكلها عامل ازاي، يعني احنا هنحط عليها في يونكا دلوقتي ونظبطها بالشكل اللي يعجبك. ماشي. خلاص انا بس اوكي ايه، انا بحاول ان اجابتي ما تبقاش لمروه، يعني احنا بنسجل السيشن عشان خاطر اي حد تاني عنده استفسار مشابه يبقى ايه، ان انا حاولت اجمع له الموضوع من كل الجوانب يعني. طيب احنا كده اتفقنا ان انا محتاجه كبسمه يبقى معايا التارجت اللي انا هطلع بيه من الكلاس ده، وممكن يبقى عندي اكتر من حصه خلال اليوم، وكل حصه ليها الكتاب بتاعها. هتيجي تقولي لي طيب ما الكتاب فيه الاوبجكتيف ده، انا هزيدك بقى من الشعر بيت واقول لك ده بيبقى عامل اصلا الكتب الجديده المحترمه، يعني بتبقى هي عامله الليسون بلان في حد بالظبط. ذاته. يعني مثلا لو انا اشتغلت من كتاب زي نيو هيدواي، بلاقيه هو ماشي بالليد ان بطريقه مثلا البري ريدنج، وحاطط لي الكلمات قبل قطعه القراءه، وعامل لي عليها الاكسرسايز، وماشي الريدنج، وعامل كل الكلام الحلو ده. طيب يبقى هو كده عامل الليسون بلان حلو. انا بقى بحب احط التاتش بتاعي. التاتش بتاعي ده بقى مثلا انا شايفه يعني في بعض الكتب اللي الواحد اشتغل منها بيبقى فيه احيانا حاجات كده ايه، مش الكالتشر الصح. الريدنج دي فيها حاجه مش تمام، فيها جيرل فريند وبوي فريند وحوار كده، واحنا اصلا مش ناقصين، فبالتالي انا ناويه الغي الريدنج دي وهحط مكانها ريدنج تانية. بس احنا اتفقنا ان انا صاحيه تعبانه ومش شايفه قصادي، بس انا كنت ناوي من الاسبوع اللي فات وانا بحضر ان انا هروح اعمل ريدنج تانية، صحيت الصبح اصلا نسيت، مع الضغط بقى، مع التفكير، مع مش عارف ايه، المواصلات، الفرهده، انا نسيت. فروحت لقيت ايه ده، انا كان المفروض هعمل هنا حاجه تانية، بس انا ما افتكرتهاش. ليه بقى ما افتكرتهاش؟ عشان الكلام معايا مش مكتوب، it is not written.
فبالتالي الليسون بلان، انا جايه لك هتقولي ما بحبش اكتب بس استنيني. لا لا اتس اوكي، انا يعني ما لا بص يعني ايه، مقتنعة جدا بالفكرة دي، ده انا بقنع بيها طلابي، يعني يا اولاد سجلوا البوينتس اللي انتوا حابين هتذاكروها عشان ما تنسوش، يا اولاد اكتبوا بالظبط. حلوة قوي. هي بقى هتكون مكتوبة، هنيجي بقى نقول ايه، ان مثلا في المدرسة دايما بيبقى كان في زمان كده اللي هو ايه، السوبرفايزر جاي وهيشيك على الليسون بلان، فالمدرسين كانت بتعمل يعني الليسون بلان دي كجزء دامي تاسك كده او حاجة هي مش بيستخدموها في الحقيقة، يعني هو بيعمل الليسون بلان عشان بيستف ورق وبيوريه السوبرفايزر خد عليه 10 من 10 ونجمة وشطور يا حبيبي، وخلص بالظبط الموضوع على ده كده. ده اللي اقصده البوينت. يعني لما الموجه او السوبرفايزر او ايا كان بيدخل الكلاس، ممكن المدرس يبقى عامل حاجه بيرفكت قوي وحاجه روعه جدا، هما وهو بيستخدموه. كل اللي شغله فين الليسن بلان او فين دفتر التحضير، وبيتغاضى عن كل الحاجات الاكثر من رائعه في الكلاس، ودي حاجه بتضايقني جدا. يعني انت شايف التيتشر اللي قدامك عامل كل اللي عليه في الكلاس، الشرح تمام، البورد تمام، الاكتيفيتيز اللهم بارك، فالتيتشر النهارده ما كتبش الليسن بلان، فليه انت بتستاك يعني عند البوينت دي بس، وبتنسى كل الحاجات الجميلة؟ هم زي ما يكونوا حافظين بس مش فاهمين خلاص بقى يعني. حلو قوي، دي نقطة السوبرفايزر دي هنظبطها هنتكلم فيها يعني، بس احنا دلوقتي ايه، خلينا نكمل البيعة بتاعة الليسون بلاننج، ان هي لازم تكون مكتوبة. انت اتفقتي معايا دلوقتي قصاد السادة المشاهدين والجمهور Yes. الحاضر والبطابيت في كوكب الارض، ان ايه، ان احنا هنكتبها. هنكتبها ازاي بقى؟ نفترض انت مثلا كمروة شغالة في مدرسة مضطرة الى ان انت تستفي ورق، فهتعملي الليسون بلان ده، فقصادك طريق من اتنين، يا اما هتعملي اتنين ليسون بلان، واحده اللي هتوريها للسوبرفايزر عشان خاطر تاخدي النجمه تمام، يا اما وهتعملي جنبيها ليسون بلان خاصه بيكي انت، بس احنا اتفقنا انها في الحالتين لازم تكون مكتوبه، وهنتكلم شكلها هيبقى عامل ازاي، يا اما هي هتبقى نفس الليسون بلان اللي هتوريها للسوبرفايزر هي اللي هتستخدميها جوه الكلاس، ودي اللي انا ارشحها ليه، عشان ما نهدرش وقت. ليه مش بالظبط هتفرق؟ اصل هي سينا من سونيا، يعني انا مشيت بطريقه البي بي بي ولا مشيت بطريقه اللي مش عارف ايه، ما في الاخر انا عامله الليسون بلان وحاطه فيها الاكتيفيتيز في الطريقه في المكان اللي انا عايزاه. طيب نيجي بقى، انا مش شغاله في مدرسه وانا حره نفسي ومحتاجه اعمل الليسون بلان دي، انا عن نفسي بعمل ايه، انا بعملها بشكل كانفا، بعمل كانفا مش بعمل يعني زي الباوربوينت كده، مش بعملها وورد فايل، زمان كنت بعملها كوورد فايل، دلوقتي انا بعملها كباوربوينت على طول. في حد تاني هو لسه مبتدئ، ففكره ان هو ما بيعرفش يستخدم كانفا وما بيعرفش يستخدم الباوربوينت، فهيعملها على الوورد فايل، ايده مشيت فيها وخلاص، وبقى عارف ان انا ببتدي ازاي وبنهي ازاي والاوبجكتيفز في الاول وهعمل لها اسسمنت ازاي في الاخر وكل الجو ده، ساعتها بقى يبتدي واحده واحده بعد ما يعملها على وورد فايل يحولها لباوربوينت، وبعد كده ايه يعني يظبط الموضوع على حسب كل سيناريو، يعني مفيش one size fits all، او اللي هو ايه، هي مش كلنا لازم هنشتغل بنفس الطريقة، الفكرة في الاخر ان انا فعلا الباوربوينت بتاعي يعني يبقى هو lesson plan. ازاي lesson plan؟ يعني لو خليني مثلا اوريكي حاجة، انا خايفة بس البتاعة دي تختفي، فان في update في زوم، فيعني هوريها لكم في الاخر بعد ما نكون خلصنا الحته دي. ان انا بعمل دلوقتي على كانفا، انا معايا تمبلت او معايا زي وورد فايل في الليسون بلان ستيبس، او الطريقه اللي انا بحب اعمل بيها كورس ديفلوبمنت او الانستراكشن ديزاين بتاعي لاي ايه كورس بعمله، فانا عارفه ان انا في الاول محتاجه اعمل ايه من اول الماركت ريسيرش، وان انا اروح اتعلم واخد كورسات واشوف حاجات ليها علاقه باللي انا بحضره، لغاية ما بوصل في النهاية للثانك يو سلايد، أو إن أنا بختم مع الناس وبشير الكونتاكت، أنا عاملة ستابس كده لنفسي بمشي عليها زي تشيك ليست، بنسميها كده إيه، لو مش عايزين نسميها ليسون بلان ممكن نسميها تشيك ليست، أو اللي هي بتبقى اسمها تشيت شيت، يعني الليسون بلان دي بيبقى اسمها إيه، تشيت شيت، الورقة اللي إحنا بنغش منها. فيمكن انت كمروة عندك مشكلة لان انت حاسة ان انا مش بعمل الحاجة دي عشان انا اللي شايفة انها صح، انا عشان خاطر مجبرة من ان انا بستف ورق، فدي الحاجة اللي مضايقاكي، لكن الليسون بلان في حد ذاتها هي حاجة مهمة جدا. helpful yes يعني هي دي هتساعدنا ان احنا حتى يعني مثلا هقول لك على حاجة، دي هتساعدك اكملك باقي البيع بقى، دي هتساعدك ان انت لو رايحة تدرسي نفس الليسون ده بعد كده لناس تانية، انت خلاص محضرة،
رايحة تعملي نفس حاجة مشابهة، تقدري ترجعي للليسون بلانس القديمة بتاعتك وتسرقي منها حاجة للليسون بلان الجديدة. أنا بعمل كده، باخد من الشغل اللي فات أجزاء للشغل الجديد، فأنا كده وفرت على نفسي شغل. طب نفترض إن أنا مش عاملة ليسون بلانس خالص معانا، أو إن أنا إيه كل مرة بروح الفكرة اللي بتيجي في دماغي أنا بعملها، ما الفكرة دي أنا ممكن أنساها. يعني أحيانا ده بلاش إن أنا أنسى الفكرة، ده أنا ممكن أنسى الحاجة المتعلقة بالفكرة. يعني قررت إن أنا هعمل اكتيفيتي مع الطلاب بتوعي، وهجيب لهم الوان وهجيب لهم مش عارف ايه، ورحت انا مش كاتبه الكلام ده، فانا رحت يلا هنعمل اكتيفيتي، اوبس ده انا نسيت الالوان. الليسون بلان بتاعتي انا بكتب فيها الحاجات اللي انا محتاجاها في الحته دي، في الاكتيفيتي ده انا محتاجه ورق A4، في الحته دي انا محتاجه الوان، في الحته دي انا محتاجه اقلام، في الحته دي انا محتاجه اجيب مثلا حاجه معينه للطلاب يشتغلوا منها. فالليسون بلان بتاعتي بتجمع كل حاجة، الناس بتختزلها بس في شوية instructions، لكن لا ده أنا بحط فيها من أول ما بقول صباح الخير لغاية ما بقول إيه سلام عليكم وأنا ماشية. فدي كده mainly الليسون بلان، واتفقنا إن إحنا بنكتبها بالطريقة الإيه الأريح لينا، طالما هتساعدنا إن إحنا نغش منها بشكل إيه سامبل وبسيط، ولو إحنا جينا نستخدمها. يعني أنا هقولك على حاجة، الليسون بلان الحلوة قوي تمام تساعدك ان انت لو جيتي تستخدميها بعد شهر، وانت يعني انت محضراها مثلا من شهر من شهرين من 3، وجيتي بعد كده هتعملي في الترم الجديد نفس الليسون دي، لو هي جامده جدا ومحطوط فيها كل التفاصيل بشكل مبسط، انت كمروه قبل ما تروحي الكلاس لو بصيتي عليها 5 دقائق 10 دقائق هتعرفي انت رايحه تعملي ايه. الاجمل من ده كله بقى لو انت هتدخلي مكانك سبستيتيوت تيتشر، يعني مثلا التيتشر مش جاي لاي سبب، طيب هنجيب حد يدخل مكانه، ادينا الليسون بلان بتاعتك. ده اللي بيحصل في الاماكن، بالذات الاماكن الكبيره بيحصل كده. يعني انا كنت عامله قبل كده باوربوينت اللي هو الليسون بلان بتاعتي، وحصل ان انا كنت مسافره كده تبع منحه وخدت اجازه من الشغل، فهجيبه تيتشر تاني مكان، فخد الباوربوينت بتاعتي واشتغل عليها زي ما هي كده. يعني هو بص عليها قبل ما يدخل، هو قال لي انا بصيت عليها قبل ما ادخل الكلاس، ودخل عمل كل حاجه، والولاد طلعت مبسوطه جدا، وكان في اكتيفيتيز. طبعا كنت غيرانه جدا، يعني ده شغلي ومجهودي تعبي، بس هم يعني حتى انا عاقبت الولاد اللي قالوا مستر احمد مش عارف ايه، كنت بنزلهم 10 ضغط، يعني اللي هيجيب سيره مستر احمد عشان انا اللي محضره لهم الحاجه دي كنت بعاقبهم. يعني فالقصد ان انت اشتغلتي منها بعديها بشهرين 3 بسنه انت قادره تمشي عليها، حد تاني دخل مكانك يقدر يشتغل منها على طول، فيبقى كده الليسون بلان بتاعتك دي مكتوبة بشكل شغل فاخر ومن الآخر. يس بعتها لك يس قولي اه انا عشان خاطر مقتنعه. انا الاسيستنت لو ريكوردر. سوبرفايزر، لا انا لو سوبرفايزر بالنسبه لي الليسن بلان طبعا جزء مهم جدا، يعني هي هتبقى فارقه معايا لو هي متحضره بشكل حلو قوي واتراكتيف كده، فهقدر احكم على التيتشر شويه، بس مش حكم كلي قبل ما اشوف شغله جوه الكلاس. فانا قصدي لو هو اتس اوكي okay ان هو عامل كل حاجه بيرفكت قوي في الليسن بتاعه في الحصه، والاولاد تمام، والبورد حلوه قوي، والاكتيفيتيز جميله، فنقطه الليسن بلان دي ما تجيش ابدا اول جادجمنتال، يعني تول يو نو. ما هي دي اول حاجه هو هيشوفها من التيتشر، انا مش هدافع عن يس السوبرفايزر تمام، انا عارفه ان في سوبرفايزرز غشيمه جدا، يعني ايه والله يعينهم على حالهم، ولكن هو بالنسبه له انا قبل ما هدخل، يعني قبل ما السوبرفايزر هيدخل لبسمه الكلاس هو هيقول لها ايه وريني الليسون بلان بتاعتك دي علشان حقيقة. ابقى فاهم انت، ما هو داخلي يعني احنا هنحط نفسنا دلوقتي ايه، يعني هنلعب لعبه الفكرة إن أنا شفت ناس قدامي، ناس شغلها حلو قوي، واتحكم عليهم غلط بسبب إن هي كان في يوم عندهم مثلا ظروف معينة وما قدروش يكتبوا الليسن بلان، فخلاص أنت حكمت عليه إن الليسن بلان بتاعته مش جاهزة، ودفتر التحضير بتاعه مش جاهز، وبالتالي اتحط عليه كذا خط احمر كده. طب انت ادخل الكلاس النهارده اديله يعني عذر او لا، ما فيش. ففي موجهين الحقيقه وسوبرفايزرز لا، يعني لا يمتوا للمهنه بصله اطلاقا يعني. انا متفقه معاكي تماما ان في سوبرفايزرز الله يعينهم على حالهم، بس احنا دلوقتي we're not the supervisors، واحنا برضو مش الشخص اللي اتعمل عليه المشكله. احنا دلوقتي مشكلتنا في ايه، هل الليسون بلان حاجه اساسيه ان السوبرفايزر يشوفها؟ the answer is yes. ليه؟ يس لان دي الحاجه اللي هو انا دلوقتي مثلا حد هيدخل لبسمه هتعملي ايه بسمه النهارده،
تعالى بس اتفرج وشوف، يمكن دي عامله كده زي اللي هو ايه، حد بيقول لك تعالي اتفرجي على محل، طب المحل ده بتبيع فيه ايه؟ ما تعالي بس وشوفي. طب ما احنا محتاجين نعرف الاول انت بتبيع مثلا هدوم رجالي ولا حريمي ولا بتعمل ايه. فهو السوبرفايزر محتاج يشوف الليسون بلان الاول. ففيرست امبريشن لاست، يعني انا دلوقتي مثلا رايحه الشغل تمام او رايحه انترفيو ولبست هدوم مقطعه ومبهدله وشكلي وحش، فالانترفيور بص ليا كده قال ايه ده اللي هي لابساه دوت، لا ريجكتد، انت كده اتحط عليكي ايه يعني، خلاص سترايك مش هينفع. الانترفيو حضرتك بتبقي رايحة عارفة انتي رايحة على ايه ومرتبة ايه، بس انا اقصد ان في الديلي روتين للتيتشرز ساعات بيقع منهم الليسن بلان يعني، ما ف هو انا هقولك بقى على حاجه او حلوه، عشان خاطر ايه اللي اهم من الشغل ايه؟ تظبيطه بس خلاص تظبيط الشغل. انا دلوقتي عارفه، ما انا هقولها لك، اتس نوت فير. هاو ايفر الموضوع عامل زي مثلا البيرسونال براندنج، في ناس بتبقى انا بالنسبه لي يا سيدي انا عايزه اروح الشغل استرزق وامشي وخلصت على كده، لكن ليه بقى انا مضطر اسوق لنفسي واعمل وطنطن والجوده؟ مع انت دلوقتي عايز حاجه اكتر من الطبيعي، يبقى محتاج تعمل حاجه اكتر من الطبيعي. يبقى انا دلوقتي رايحه مدرسه وعارفه ان انا عندي زياره او ما عنديش زياره، انا لو جالي زياره ومش عارفين او مش شايفين ان انا معايا ليسون بلان، انا كده خلاص say goodbye لكل حاجه انا عملتها. ليه؟ لان هم بالنسبه لهم انت لو مش عامل lesson plan، يعني خلينا نحط نفسنا مكان السوبرفايزر. انا دلوقتي السوبرفايزر وداخله لمدرس وفين يا عم lesson plan؟ لا ما اصل انا كنت تعبان، الله مش يعني الله يعافيك ويشفيك يا سيدي، بس انت دلوقتي داخل الفصل تعمل ايه؟ هعمل شغل زي الفل، تعالي وهتتبسطي. لا انت كده هتمشيها بالفهلوه، انا دي الطريقه اللي انا هفهمها بيها، انت كده مش عارف انت هتعمل ايه. فبالتالي انا لازم اشوف ابروف للسون بلان. يبقى معنى كده انا كمدرس محتاج ان انا ابقى عامل باك اب بلان، زي لما بعمل كده في الليسون بلان ان لو الاكتيفيتي ده ضرب مني انا هعمل اكتيفيتي تاني، يبقى انا كمان محتاجه ان ابقى بحضر الليسون بلانز بتاعت الترم على الاقل من قبلها بفتره، يعني قبل الترم كده انا اصلا مش هفوجئ بالمنهج اول ما ادخل، لا انا معايا المنهج ده فهحتاج ان انا احضره. يعني بيقول لك الجود تيتشر او الجريت تيتشر معظم الشغل بتاعه بيتم بره الكلاس، يعني 80% من شغل التيتشر بره الكلاس. ليه؟ لان هو بيحضر الليسون بلانز بتاعته بشكل كويس جدا فبيدخل ينفذ على طول. فهي نفس الفكره. طب انا دلوقتي عامل ليسون بلان عظيمه جدا، السوبرفايزر شافها لقى ايه ده، دي الحاجه مكتوبه بشكل كويس ومنظم وما فيهاش غلطه، فانا كده ضمنت ان الفيرست امبريشن تمام. دخل بقى لاقيني عماله كح وبعطس وتعبانه ومش عارف ايه، دي الله يعينها دي تعبانه، فانا مش هقول ايه يعني. هو بقى بس لو الأساس برضه ما موجود. عندوش دم وشايف ان يبقى دي بقى ايه مأساة انسانية، ولكن انا يا اما اخد اجازة من الشغل يعني كده بقى اللي هو ايه، خلاص انا تعبانة بموت هاخد بقى اجازة مضطرة عشان ما احطش نفسي في الموقف ده. فبالتالي احنا محتاجين نظبط الشغل بتاعنا، ودي مش حاجة وحشة نظبط الشغل، يعني انا المكان لا اللي فيه أبدا، محتاج انا ان مع جدا، انا مع جدا وشايفاها هيلبفول جدا، بس اقصد ان هي مش المين يعني. بس هي خلينا نقول ان هي الفاونديشن يا مار، يعني ايه يس يعني دي اوكي الحاجه اللي انا هبني عليها كل حاجه. فهل انت مثلا ينفع تبني بيت من غير ما ترمي له اساسات؟ لا فانت طيب ما هتقولي هي مش المين، احنا محتاجين نعمل البيت بقى ذات نفسه، هنعمل فيه سبوت لايت انا ودخان. دخلت مدارس حكومة وشفت ان في تيتشرز عاملين الليسن بلان حلو قوي وبيرفكت قوي، بس ما بيعرفوش يشتغلوا. انا شفتهم، انا كنت بدخل على اساس ان انا اتعلم منهم كحد لسه جديد فريش graduated يعني، فكنت بدخل الكلاس وكنت بشوف دفتر التحضير بتاعهم، فهم عاملين ليسن بلان حلوة قوي بيرفكت يعني، بس ما فيش خالص، ما بيعرفوش يأدوا جوه الكلاس، فده قصدي ان مش هي المين بس يعني. ما انا هقول لك بقى، دي نوع من المغالطات المنطقيه. احنا بالنسبه لنا شفنا سيناريو لقينا ان التيتشرز مش عاملين شغل كويس مع ان هم عاملين ليسون بلان حلوه، فاحنا كده حطينا فرضيه ان الليسون بلان مش اهم حاجه. ولكن هل يمنع ان انا كتيتشر الليسون بلان بتاعتي تبقى قويه جدا وفي نفس الوقت ادخل ادي حلو جوه الكلاس؟ مش انا ممكن اعمل لا الاثنين؟ طبعا طبعا طبعا، حلو، يبقى انا كده الليسون بلان بتاعتي هي الاساس اللي انا بقف عليه، هي دي اللي بتعرفني راسي من رجلي، عشان خاطر ما بقاش انا داخله تايهه والعيال تايهين. ما هما انا لو تايهه هما هيبقوا تايهين.
sure. فالليسن بلان هتساعدني ان انا حتى لو حبيت اعمل حاجه مختلفه، يعني انا مثلا عامله حسابي على ليسن بلان معينه وحاطه فيها اكتر من سيناريو، والله ممكن انا عارفه ان النور بيقطع مثلا من 2 ل 4، فانا عارفه ان لو النور قطع انا عندي الباك اب بلان ان الاكتيفيتي اللي انا كنت هبقى معتمده فيه على ان هم يتفرجوا على فيديو انا عامله له بلان بي ان هم هيعملوا حاجه اسمها لو تك، يعني هتبقى لو تك ليسون بلان ان انا حاجه مش مستخدم فيها التكنولوجي. يبقى الليسون بلان كده ساعدتني ان انا ابقى فلكسيبل وان انا اتعامل مع التشالنجز او التحديات اللي هتطلع لي، وبالتالي انا كده معايا الليسون بلان كده 50% من الشغل زي الفل، 50% التانيين بقى ان انا ادخل ادي باحسن طريقه ممكنه. والله واحد بقى، واحد يا مروه تيتشر يس في مكان ما على وجه الكره الارضيه او على كوكب زحل قرر ان هو انا بستف ورق علشان السوبرفايزر يتبسط مني ولكن ما حدش هيشوف اللي انا بنيله جوه الكلاس، ده حسابه بقى عند ربنا. ليه؟ لان هو بالضبط. كده مخلى رب العمل اهم من ربنا، يعني ربنا يعافينا. فانا بالنسبه لي لا، انا كتيتشر براعي ربنا عملت الليسون بلان دي كويسه سواء شافها السوبرفايزر او ما شافها. يعني انا بعمل باوربوينتس والله يا مروه، يعني انا ببقى مستخسره ان ما حدش بيشوفها. ليه؟ بالظبط. غير المجموعه الصغيره اللي انا بدرسها لهم، ولكن هي في الاول او في الاخر انا عارفه ان ربنا شايفها. الحمد فانت بقى لله. كمروه خلاص عرفتي ان الليسون بلان دي حاجه اساسيه، عملتيها بقى كباوربوينت، عملتيها كوورد فايل على كانفا على ايا كانت الطريقه، بس انت عامله ليسون بلان وكل فتره بتظبطيها اكتر عشان يس. خاطر ايه؟ تبقى احسن. ده ليك انتي مع علاقتك مع ربنا، عشان احنا كل واحد في الاخر هيتعلق من عروقه وهيقف قصاد ربنا وهيقول له انت ما عملتش الحاجه كويس ليه؟ مع اتقان العمل والاحسان ربنا يجعلنا من المحسنين، دي حاجه كلها اساسيه. عمارة للأرض، نعم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، دي لا حقيقة، دي بالظبط، فده حقيقة. سعينا. فانتي بقى شغاله في مدرسه حكومه او شخص ما شغال في مدرسه حكومه او اي مدرسه وهم ما بيهتموش غير بتسليف الورق، فهيعمل ايه؟ هيراعي ربنا ويدور على شغل تاني في نفس الوقت لغايه ما يلاقي حاجه احسن، وهو ربنا هيكرمه. وانا بقول لك انا جايه من هناك، وهو ربنا بيجيب فرصه ورا التانيه ورا التالته، لكن مش هيجيب فرصه لحد. يعني اخر اللي بيثبت في ورق ده عشان خاطر السوبرفايزر هو اخره ان انت هتبقى حبيب السوبرفايزر، خلصت على كده. لكن انت لما تيجي تخرج وتروح اي مكان تاني محترم تعمل انترفيو او ديمو، انت ما بتعرفش تقف في الكلاس وتأدي كويس، فده هيبقى اخرك تسطيف ورق يعني. بس فأتمنى إن أنا أكون يعني. Yes, sure. شكرا يا مروة. خلينا ناخد سؤال تاني. احنا كده اتكلمنا لغاية دلوقتي في 3 حاجات، إن احنا لما بنتعامل مع السوبرفايزر إن احنا بنظبط الورق اللي مطلوب، الدوكيومنتس اللي مطلوبة مننا عشان خاطر ما نعملش مشكلة مع السوبرفايزر بتاعنا، وفي نفس الوقت عشان خاطر يعني ده يساعدنا جوه الكلاس. واتكلمنا عن الليسون بلاننج، واتكلمنا برضو عن اللهم صل على النبي ان المدارس اللي بيبقى استخدام الانجليش فيها بيعمل مشكله يعني لو هو بنستخدمه. وطبعا في يعني احب اريفر الناس للقناه، عندنا كورسات على الموضوعات دي. مين عنده سؤال تاني عن مجال التدريس قبل ما نقول باي؟ إيه هو أنا ممكن أخد رأي حضرتك؟ هو يعني هو مش سؤال على قد ما أنا محتاجة رأي حد، يعني يعني قولي إن شاء الله ثقة زي سؤالك حضرتك. قدرتك تمام. فيه. وأنا كنت شغالة في مدرسة خاصة، تمام. وبالمناسبة دخولي المجال ده كان بفضل ربنا، ثم برضو رأي حضرتك برضو ربنا كمان يبارك سنتين فيك، حاجة. يعني أتمنى إن أنتي ما تكونيش بتدعي عليا دلوقتي. لا لا ابدا والله. هو لو تفتكري انا كان عندي لدغة يعني، وكنت خايفه ادخل، وكنت اترفضت مره بسببها. وكنت حضرتي معايا ففتره teaching club تقريبا أو English club. بس ومن ساعتها بقى يعني بسبب ان انا كنت اترفضت مره بسببها، كنا خلاص بقى حصل لي لا خلاص مش هجرب تاني، بس جربت والحمد لله، يعني الدنيا طلعت جميله يعني. الحمد لله فرحتيني والله. الحمد لله، ربنا يبارك لك يا رب. دلوقتي انا المفروض سبت المدرسه اللي انا كنت فيها، اللي انا كنت مبسوطه فيها وكل حاجه تمام، بس اضطريت اسيبها لظرف ما يعني. بس اضطريت دلوقتي ان انا حاليا ما كانش في متوفر ان انا ادخل مدرسه خاصه تانية، يعني لان نص الترم ما بيبقاش مطلوب قوي. حلو. فالمكان ده اللي كان متاح هو في عيوب وفي مميزات، بس هو بالنسبة لي مثلا العيب الأكبر إن أنا مش حاسة إن هما مشغلين صح.
حاسه ان هم شغالين بالطريقه القديمه او الطريقه الغلط، اللي هو الحفظ بس الانجليش، يعني انا بحفظهم بس. غير بقى اللي انا يعني انا مش شايفه ان انا فيه هتطور مهنيا، مش حاسه ان انا يعني انا في المكان عمال افكر ان انا عايزه اسيبه. بس الميزه يعني قدام ده الميزه، المرتب تقريبا ضعف المدارس اللي انا كنت فيها، ضعف يعني حرفيا ضعف يمكن اكتر. حلو، ده حلو قوي. دي هو حلو، بس انا مش حاسه ان هو، طب انا عايزه افضل يعني عايزه اتعلم عشان وقت ما اسيبه اعرف اروح مكان احسن، مش هفضل بقى فيه بالطريقه بتاعتهم دي وخلاص، فاهماني؟ فانا الموضوع عامل عليا عبء، حاسه ان انا بروح لمجرد ان انا بروح يعني انا مش هكمل في المكان، فمش بدي احسن حاجه، اللي هو انا بقضي وقت وخلاص لحد ما الاول السنه مثلا تيجي يبقى في فرصه احسن واسيبهم، فاهماني؟ حلو. بس فمحطوطه بقى في ضغط اللي هو انا ايه كده كده همشي خلاص بقى، مش بادي احسن حاجه بصراحه. بس اللي هو ايه، هو الحاجه فاطمة you are muted، لو تفتحي المايك. فايه الصح؟ المفروض ان انا يعني استغل ميزه المرتب اللي انا مش هلاقيه حرفيا تاني مثلا في مدرسه، بس انا بحاول اتغاضى عن ده طالما انا هتعلم فمش مشكله. يعني انا هنا مش هتعلم، يعني انا معاهم في المكان دلوقتي مش هتعلم، مش حاسه ان انا هتعلم صح يعني. تمام. بس فمش عارفه ايه الصح، فمحتاجه رايك بصراحه. حلو، حلو قوي. يعني شكرا ليكي، انت اتكلمتي في مشكله يعني ناس كتير قوي قوي يا فاطمه بيعانوا منها. بس اولا احييكي واسقف لك سقفه كبيره جدا ان انت عديتي حوار اللدغه دي وقدمتي على شغل وربنا اكرمك. فيعني عايزين نسقف لها يا جماعه وكلها تمام شابوه، جد جدا يعني ربنا يفتح عليكي يا رب. يا رب. حلو، خلينا بقى نتكلم في النقطة اللي انت قلتيها. يعني انت قلتي نقط كتير، والنقط كلها كل واحدة أجمد من التانية. يعني فعلا الناس دي معظم الاستفسارات بتجيلي على الموضوع ده. أول نقطة وهي المقارنة ما بين فرص العمل. احنا دايما عندنا كده حاجة بنعملها، ان انا ايه بقول يا ترى الوظيفة دي اكمل فيها ولا ما اكملش، او اروح اشتغل هنا او ما اشتغلش. خلينا نبسط الموضوع خالص ونقول ان اهم حاجه في اتخاذ القرار هو هل انا معايا فرصه بديله ولا لا. حتى في البيزنس بيبقى اسمها ايه، تكلفه الفرصه البديله او الفرصه البديله. انا دلوقتي مثلا هسيب الشغلانه اللي معايا دي عشان انا عندي حاجه احسن، يعني نفترض هم هنا بيجايبين الكرباج ونازلين فيها ضرب، هل انا هقوم اسيبها عشان انا توفر لي فرصه جديده، دخلت انترفيو جات اكسبتد وداخله المكان الجديد، ولا انا ما عنديش حاجه فانا لو سبت الفرصه دي هبقى قعدت في البيت ومعيش كده اصرف على نفسي او اصرف على اسرتي. يبقى بالتالي انا ما بسيبش المكان اللي انا فيه الا لما خلاص هحط رجلي باذن الله في مكان تاني ايه افضل منه، عشان خاطر أحسن. ما اسوأ حاجه الواحد يعملها في نفسه ان ايه تاخده الحماسه وتقول انا هسيب المكان ويقعد في البيت عشان يعني انا هاجي في النقطه دي بالتفصيل اكتر. ولكن من ضمن التفصيل ايه، انا عشان خاطر هتطور مهنيا وهذاكر وهاخد كورسات ومش عارف ايه. صح، لما انا اقول عملت كده حرفيا مره قديمه ولقيت نفسي لا، اللي هو اللي قاعده في البيت بدون فرصه دي لوحدها اكتئاب اصلا، فانا بالظبط جربت كده. حلو قوي، يبقى احنا كده بنحاول ما نسيبش الفرصه اللي معانا الا لما بنلاقي حاجه افضل منها او حاجه مشابهه ليها بس هنكون مرتاحين فيها نفسيا او فيها مميزات تانية احنا عايزينها. فبالتالي يبقى انا كده اول حاجه اتكلمنا فيها او اول حاجه عندنا هل هنختار ازاي؟ هنختار لما يبقى معانا فرصتين. لكن انا دلوقتي هي معيش غير الفرصه الحاليه، يبقى دي ايه، لا انا همسك فيها بايدي واسناني خصوصا في ظل الاوضاع